شنت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته فجر اليوم سلسلة غارات على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة والمناطق الشمالية للمدينة بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية. وأفادت مصادر طبية وشهود عيان بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلين في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الأشخاص. كما أضافت المصادر أن طائرات الاحتلال تشن غارات كثيفة في بيت لاهيا ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية. واصلت مدفعية الاحتلال قصف مناطق متفرقة من أحياء مدينة غزة، خاصة حي الرمال، في ظل محاصرتها المدينة ومنع حركة الأشخاص وسيارات الإسعاف. وقصفت آلة الحرب الإسرائيلية محيط محطة الوسطى للبترول والتي تضم عشرات النازحين، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الأشخاص. وقالت المصادر إنه لم يتسنى إحصاء العدد الدقيق للأشخاص الذين استشهدوا وجرحوا جراء القصف في ضوء انقطاع الاتصالات والكهرباء في العديد من المناطق وانهيار الدفاع المدني والقطاع الطبي. So, and also this